5-0 دولة الرئيس بري. شوف لك من الضحك دولة استاذ نبيه بري كل العالم احترامنا الكبير اكيد للرئيس بري يعني السيد حسن والكل طبعا كلهم على العين والراس بس هلا كل لبناني بيعرف انسان محنك سياسيا مثل استاذ نبيه بري ما راح يجي بشخصه هو صبصوره ثلاث قصص عن دولة الرئيس بري شو بتقول عنه؟ إيجابية وثلاث قصص سلبية. القصص الإيجابية أول شيء انفتاحه لبرا، انفتاحه على العالم لبرا، يعني كل العالم في عنده صلة التواصل نين. صلة التواصل نين. لبرا، عارف الحنكة السياسية بالبلد، بيعرف كل واحد كيف دواب، وثلاثة شخصيته بتعجبني فيه بشكل مش طبيعي، دجني دشتك العافية بعينك، أعور ثلاث أعور. ثلاث قصص سلبية. ها؟ ثلاث قصص سلبية. شلون له قصص سلبية؟ عبد الله الفساد له طائفة ودين أو لا؟ لا كل طلع فيه. كل الطوائف الفساد له طائفة من كل شو اسمه طيب لو بدك توصل من حزب الله بدك تقول في فاسدين ومن حركة أمل على فكرة عم تحكي لحالك وأنا مبسوط إن أنت عم تطلعهم بطريقة غير مباشرة هذا دليل المشاهد اللي عم يحضرك اليوم عم يعرف شو عم بتقول بس أنا اليوم سألتك سؤال الفساد اليوم ببلدنا لبنان له طائفة ودين إيه أو لا؟ لا لا تعتبر الكل فاسد أو لا؟ طبعا الكل فاسد مش الكل شو يعني من كل حدا في فاسدين طيب. عم اقول لك انت يعني بدك تسال السؤال وبدك تجاوب مثل ما انت بدك اياه لا بدك تسال مثل ما انت بدك اياه حر بدي اسال مثل ما انا بدي اجاوب بدي اجاوب حط الصوره على الطاوله لو سمحت ايه تفضل حطيني قالوا لي انك بتحبه يشوي لحمه ويغيب عن الوعي مع السلامه حط بس وانا بشوفه انا عم يشوي لحمه وبالبارتي وبالبانجالو وبالهذا تفضل اعمل شيء لبلدك بعدين ارجع اقول بس معالي الوزير جبران باسيلي ايه معالي الوزير شو بتقول له اشوي لحمة تصبح على سوك الصورة تفضل ما بدك تمسكها مسكها حطها على كاميرتك هاي كاميرتك وين كاميرتي هذا شو بتقول عنه رجع قول تفضل اشوي لحمة يا سيادة الوزير معالي الوزير معالي بيقول معالي وسيادات اشوي لحمة ويشتري أراضي شاطر كمان تبع شو بتنتقده بس بسرعة لو سمحت ولا شيء بتقدوش بقولوا قدم استقالتك كنت انتقدت كل شيء فيه وخلصنا شكرا